مش كل شوية أقول لك على الحاجة 100 مرة. أيوة يا أستاذ تحت أمرك. بس هو عايز نص كمون نص فلفل أسود وربع بهارات. يا علي نص كمون ونص إيه؟ فلفل أسود. فلفل أسود. وربع بهارات. وربع بهارات، يلا بقى. حاضر. تحت أمرك يا أخويا تحت أمرك. أمر يا باشا. نص كيلو جوز هند. عمك يا بنت ونص كيلو بندق. بندق. عمك يا ولد. عايز أمشي. حاضر حاضر. يا علي جبت الحاجة للراجل؟ أه جبت، هجيبها له. هتجيبها. طب روح المخزن جيب له الحاجه وتعال، هجيب لك طازه، هجيب لك حاجه محترمه طازه باذن الله. نص كيلو بذر كتان ونص. خد يا عمك يا ولد بس. ربع كيلو ليمون ناشف. عمك يا بنت. عمك يا بنت في ايه؟ لو سمحت انا عاوز سكر. عمك يا ولد. عمك يا بنت. البنت ما عملتش حاجه، مالك بيها؟ بتضايق عمها. معلش هي بتلعب مع عمها شويه في ايه؟ ما دام في حب بينهم يبقى خلاص. علبة بيكنج باودر. بيكنج. عمك يا ولد. يا ولد ما تلعبش بقى، دي نصيبه. ايه دي؟ نص كيلو سحلب. نص كيلو سحلب. اه. عمك يا ولد. يلا يا علي. نص كيلو حلبه مطحونه. نص كيلو حلبه مطحونه. عمك يا بنت. ده بتاعك استاذ. اه يا فندم شكرا. يلا. طب فين حاجتي انا يعني؟ شمعتين. حاضر حاجتك موجوده. هات يا علي. ربنا يكرمك. سلموا على عمك. باي يا عم. باي. باي باي. أربعة وعشرين جنيه. أديك فك أنا. طب أنت ما أنت معك فك. طيب. معك فك. 24 كويس. أديك حاجة. خد يا علي. الحاجة. الحاجة. أيوة حاضر. وحساب الولاد ولاد أخوك. حساب مين دول؟ ولاد أخويا مين؟ الواد والبنت والراجل اللي كانوا واقفين. ما اعرفهمش انا، دول مش تبعنا. حضرتك 80 جنيه حسابهم. 82 جنيه فين؟ انا خدت حاجه. انا ليه الحاجه دي؟ الحاجه دي بكام؟ الحاجه دي بكام افهم انا يعني؟ ب 24. طب 24 ماشي، هديك 24 جنيه دلوقتي. تديني حاجه عشان امشي. ولا تقول لحضرتك ما تاخدش الحاجه. امسك يا علي. يعني ايه؟ تعالى مش دي حاجتي. يعني ايه ده؟ يعني ايه يعني دي حاجتي؟ اخدها. ايه بس ايه؟ اهو اتفضل. مفيش حاجه الست دلوقتي. انا جيت خدت حاجات ب 24 جنيه. خدت فلفل وكمون وبهارات. حسابهم كان يا ست قالت لي 24 جنيه. اديت 24 جنيه. المفروض اخد حاجتي وامشي ولا لا؟ جاي واحد منهم معرفش كده، راجل غريب اول مره اشوفه. ايه ده؟ قعدت تضايق فيا. تضايق فيا. اطفال صغيره يقولوا له يا عمو يا عمو، وانا واقفه وقاعد اقول له باي. ناس اول مره اشوفهم قعدوا يضايقوني ومسكوا الكم وبتاع ومسكوا الساعه. هو انت اللي خلاك تجيب بس ولاد اخوك معاك في المحل والشقه؟ انا ما اعرفهمش اصلا، ما اعرفهمش. انت اتجنن انت التاني؟ ما اعرفهمش. دول ادفع 82 جنيه الحاجه التانيه غير ال 24 جنيه. اللي هي إيه؟ بتاعت مين؟ بتاعت الراجل والعيال. انا مالي انا اللي كانوا بيقولوا لك ايه؟ ما بيقولوليش. واحد بيقول لي يا بتقول الراجل هم عاملين يضايقوني. يقولوا لهم مالكوش دعوه بعمك. عمك. طيب في بينك وبين اخوك مشاكل؟ انا ماليش اخوات، انا وحداني لوحدي. حضرتك وحيد؟ اه. وحداني؟ اه الواحد. الله يرحمك يا فريد. كان يقول وحداني هعيش كده وحداني.